أصدر مصرف البحرين المركزي توجيهات جديدة لمشغلي منصات التمويل الجماعي بعد إجراء مراجعة شاملة للأنظمة المعمول بها حاليا والتي صدرت لأول مرة في عام 2017. وأكد المصرف سعيه وبشكل مستمر على مراجعة كافة الأنظمة والتوجيهات المتعلقة بتقديم الخدمات المالية في مملكة البحرين من أجل تحديثها وتطويرها بما يتلائم مع التطورات التي يشهدها القطاع المالي، ونظرا لزيادة الإقبال على إدخال منتجات تمويل جديدة لخدمة قطاع رواد الأعمال والشركات الصغيرة، فقد حرص المصرف على مراجعة الأنظمة الخاصة بأعمال منصات التمويل الجماعي، وذلك لتتماشى مع خطة التعافي الاقتصادي في القطاع المالي من حيث توفير البيئة المناسبة لمشغلي منصات التمويل الجماعي. وأوضح المصرف أن نماذج الأعمال المتطورة مثل التمويل الجماعي ستوفر على الأرجح مصادر بديلة جديدة للتمويل للشركات الجديدة والشركات الناشئة، وستكون بمثابة محفز لنمو مثل هذه الأعمال.